بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب. صنبور جديد من محفظة الفوست باي منزلاه، يعني حاجة هنقول رائعة شوية. فيها أمر جديد إن لو عملت 28 ساتوشي أو 20 ساتوشي بتسحبهم وقتي. أنا عملت هنا، دخلت يا دوبك لسه مسجل دلوقتي، فقال لي عدي 6 روابط مختصرة. طبعا لما عديت 6 روابط المختصرة عملت 1 صنبور، عملت رول واحد، ففوجئت ان الرول كل دقيقة، كل دقيقة بتعمل رول. اقل حاجة بتاخدها 7.5 BT كل دقيقة. يعني انا مجرد ما عملت السحب هنا عدى، يعني وصل برضه لسه 7.5، مش مشكلة. المقصد ان انت كل دقيقة بتعمل رول، اقل حاجة بتاخدها 7.5 BT. لو دخلنا كده، اول ما بتدخل بتسجل، طبعا هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. التسجيل يعتبر خلاص، بقينا حافظين الصنابير دي بتسجل فيها ازاي. مجرد ما بتعمل سيجن اب كده، هسيب لكم الرابط، هتلاقي بالمنظر. هتحط اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، واهم حاجه هتحط رابط محفظه البيتكوين. الرابط طبعا احنا بنجيبه من محفظه الفوست بين، انها بتقبل اقل عدد. مجرد ما بتدوس I have read and agree، انا خلاص سجلت وموافق، قريت وموافق، بتعمل ريجستر، بتبدأ من خلالها تخش للموقع زي ما احنا عارفين. طيب بعد ما بتدخل الموقع بتيجي تضغط على الصنبور هنا، يقول لك لا تعدي الروابط الاول المختصرة. طبعا الروابط المختصرة احنا عارفين بتعدي ازاي. الميزة هنا عن الموقع التاني اللي هشرحه بعد ده على طول، ان الروابط يعني لحد ما محترم. فاحنا من دخلت انا عملت 3 روابط اهوت، او 7 روابط. ال7 روابط هما دول اللي قدرت اسحبهم مجرد ما عملت امر السحب. يعني شوف هنا بيقول لي تاريخ الانسحاب اهوت، ما كملتش 5 دقايق او 10 دقايق مش متذكر، هنا بيقول لي دفع. طلبت السحب 28 ساتوشي، اتسحبوا على طول. موقع زي كده يمكنك مشاهدة عملية السحب ال25 الماضية. موقع زي ده نستغله ليه؟ اللي هتعمله هتاخده. حاول تخلي السحب مرة واحدة في اليوم، عشان انا ما جربتش اكتر من السحب، ولكن متعودين في المواقع دي ان السحب بيبقى مرة في اليوم. فاحنا بس انا قلت اجرب، فلقيت السحب حصل على طول. قلنا ننزل بيه فيديو، تخش رابط المختصرة، في 9 وظائف، في 32 اعلان، في 1 صنبور. يعني اللي هتعمله هتاخده، هتحس بفرق في المعاملة. طبعا هنا كاتب لي حاجات انا لسه ملحقتش اتصفحها، بيقول لك موقعنا يقبل البرامج والنصوص، نبحث عن اجمل فيديو، مسابقة اليوتيوب، نصيحة لاستخدام موقعنا مع نص برمجي. قال لك ده الفيديو دوت جعل ما لا يقل عن 5 دقائق، يجب ان ترسل لنا الرابط عن طريق البريد الالكتروني. تبعت لهم البريد. في 200,000 BT. طب كويس، برضو رائع. لو عملت الاختصارات بتاع يوم واحد هتاخد عضوية فضية يوم واحد، عضوية ذهبية لمدة كذا، الفوست بي. طيب المهم، احنا بنقول كل دقيقة بتراقي رول انت بتنفذه اهو. يعني احنا لسه بنتكلم، هنعمل رول تاني، وصل للـ80. هنا حصلنا على 10 BT. احنا قلنا الحد الادنى هنا لما نيجي نعمل الانسحاب ان شاء الله. دلوقتي انا معايا 22 BT، وصلت لـ9 ساتوشي. نعمل ريفرش كده للصفحة، معايا 14. احنا قلنا الحد الادنى للسحب 20، فاحنا هنعمله مرة واحدة. انا قلت بس انشر معاكم الفيديو، وهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. طبعا لسه ما جربتش، طبعا هتخش انتوا بقى تشوفوا الشغل عليه. طبعا الاستثمار احنا لا ننصح بالاستثمار، هنشوف موضوع القسيمة، لان غالبا كده هيبقى عامل زي الموقع التاني اللي احنا لسه هنتكلم عليه دلوقتي، اللي هي مسألة القسيمة. بيديك على التليجرام، بيدي لك كل 2 3 يوم بيدي لك كود. الكود ده بتحطه وتاخد منه ايه، بيتحصل منه برضو على البي تي اللي هو في الاخر بيتحول لساتوشي هنا. طيب نتكلم على عملية الانسحاب. انت بتضغط على الانسحاب، احنا قلنا حطينا في وقت التسجيل محفظة الفوست بي، فهو تلقائي حطلع على الفوست بي بيقول لي انسحب. لما اجي احط الانسحاب بعمل ايه؟ ما بحطش الرقم اللي هو في الاصفار الكتيرة دي. تمام، احنا بنيجي نعمل الانسحاب كده، معذرة بس الجهاز علق. هنعمل انسحاب، ندوس على الانسحاب كده. بتيجي تحط فين؟ بتحط المبلغ المكتوب ده اللي هو الـ32 مثلا بوينت زيرو. هيقول لي انت عندك انسحاب ال 14 ساتوشي. فاحنا لو قلنا انسحاب كده،
اه والله ده سحب برضه على طول، يعني انت اللي بتعمله بتسحب وما بتستناش انك تعمل مره في اليوم. طيب بتعرف منين تاني؟ نعيد تاني، نقول طلب الانسحاب، طريقه تاريخ السحب، بنلاقيه هنا في في البيندنج، في الانتظار. تمام، نشرح الموقع التاني ونرجع نشوف هل السحب تم في خلال وقت قد ايه. يبقى معلش الفيديو ده ممكن يطول شويه، نخش على الموقع التاني نشرحه. آه نعمل ريفرش كده الموقع. الموقع ده ميزته جميل، انا بعت على التليجرام، بس طبعا في ناس ما بتهتمش بالصنابير ديت، مع انها حاجه كويسه. انت في اليوم انت بتقعد الواحد اوقات ما بيلاقيش حاجه يعملها، خش اعمل رول رول هنا، الرول كل نص ساعه، كل نص ساعه بتعمل رول، وشرحناها على ما اتذكر في فيديو سابق، ارجعوا للفيديو هتلاقوا الشرح بتاعه كويس. ولكن النهارده كان يوم جميل، يعني انا لو عملت كده وعملت كده هنلاقي ان عملت 2 رول النهارده، كسبت فيهم 250 بي تي. هنا البي تي بواحد ساتوشي على طول، فانت فكسبت في اليوم 500 ساتوشي من 2 رول. طبعا هي حصلت من يومين فاتوا او 3 ايام، برضو جالي 250، وبرضو قبلها بيوم 4 ايام او 5 ايام كده عملت 250. سبب تأخره في السحب، ودي نصيحة في الفيديو دوت، ان طبعا احنا الحمد لله مسلمين، لو دخلت على الروابط المختصرة هنا هتلاقي في مشكلة. المشكلة ان الروابط المختصرة في الصنبور ده، دي نصيحة شخصية، اللي عايز ياخد بيها ياخد بيها. هتلاقي امر ايه هو، هنرجع تاني كده معذرة، الرش، المواقع مش مظبوطة، يعني مواقع للبالغين، فاحنا ما بفضلش، لذلك انا بسيبها ما بعملش فيها اي حاجه، مكتفي بس في الموقع ده بالرول. طبعا انت لو حصلت، لو ضغطت عليها تنتبه، لو عندك اطفال او قاعد وسط اهلك ما تضغطش عليها، دي مع نفسك، واقفل الموقع اول ما يجي يفتح الصفحه المنبثقه اقفلها، لان هنا انت بتحصل على 130 138، يعتبر ساتوشي من 19 زياره دول، ولكن انا ما بنصحش بيها. فلذلك احنا ممكن نطور في الموقع شويه احتراما لانفسنا واحتراما لديننا. فهتلاقي هنا الشورت كات زي ما قلنا، السنبور كل 30 دقيقة بنحصل على رول فيه. هنا لسه فاضل 9 دقايق، فطبعا مش دلوقتي. نرجع للموقع اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا قلنا مسألة السحب، نعمل ريفرش كده. انا المرة اللي فاتت حوالي 5 دقايق او حاجة زي كده كان وصل على طول السحب، شفتوا هنا السحب تم، يعني احنا كملنا من دقيقة 5 3 دقايق، الدقيقة 7 دلوقتي حوالي 3 دقايق بيقول لي تم الدفع. فده موقع رائع وممتاز. هنخش كده على الفوست باي، هنلاقي ان هنا لو عملت ريفريش للفوست باي هنلاقي ايه، هنلاقي 28، هو كده خد 1 ساتوشي. 28 اتدفعوا في الوقت دوت اللي هو 12 مارس اهوت النهارده، وبعديها على طول زي ما احنا شفنا في قلب الفيديو سحب 13 ساتوشي. فانت بقى اشتغل وشد حيلك، يعني اي نعم 2 سنت مبلغ مش كبير، طبعا العملات نازله، استغلوا نزول العملات. اللي هيقدر يحول فلوس دلوقتي يحولها لعملات ويشتريها ويحطها في المحافظ، او يشتغل على الشغل المجاني زي ما بنعمل، استغله دلوقتي، محدش يبيع. انا كنت متعود ان انا اي كميه بجمعها مجرد ما اوصل ل 10 دولار 15 دولار اسحبهم على طول، لا دلوقتي جمع وسيب العملات زي ما هي، العملات هترفع تاني. دلوقتي بحوالي 7000 وشويه البيتكوين، من 10 نزل 3000، فالمواقع دلوقتي الاسعار نازله، استغلوا تجميع العملات اللي هي الساتوشي لاي عمله، استغلوها على قدر المستطاع واحتفظوا بيها دلوقتي، لان العملات الدروب اللي بيحصل ده بسبب اللي حصل في العالم دلوقتي، لو رفعت تاني ممكن توصل البيتكوين ل 20 او 18 في خلال السنه دي. حاولوا تحتفظوا بالعملات على قد ما تقدروا. شرحنا موقعين، الموقعين شبيهين لبعض، ولكن ده اللي يعتبر دلوقتي تحفه، ان انت اللي بتجمع وبتسحب على طول. والموقع الثاني انا برضو سبت شرح ليه، وهسيب الرابط برضو اسفل الفيديو، ده برضو كل 30 دقيقه وبتحصل فيه زي ما شفنا كده على حاجات يعني جامده. 500 ساتوشي في رولين، مش شرط كل يوم، وممكن توصل فيه وانت بتضرب، يعني شفت ناس بتجيب 500 ساتوشي في رول واحد، لما بيوصل للرقم بتاعهم بيعدي التسعه. زي ما قلنا التليجرام هنا في ده، لسه هنشوف احنا، نرجع بقى ندور، لان طالما في قسيمه كده زي كده
اللي هو الكوبون في الموقع اللي هو الجميل ده، هنشوفه دلوقتي وندور عليه. هنا موجود، بس هنا بيقول الحصول على الكوبون ادخل على التليجرام، بتضغط على التليجرام عادي بيفتح لك الصفحة بتاعتهم. لمجرد ما بيفتح الصفحة بتلاقي ان في كود مكتوب فوق، واحنا شرحنا ده في الفيديو السابق بس بنعيده برضه، معلش الفيديو ده طول شوية، ولكن زي ما بقول لكم 2 رول لجمع ساتوشي. هنا كان اخر كوبون هابي ماذر داي، يوم عيد ام سعيد. ف طبعا انا كنت منزل برضه هنا على ما اتذكر اخر سحب ليا، طبعا هنا التهنئة جميلة جدا، ده اخر سحب ليا اهوت منزله على الجروب بتاعهم. ونزلت الصورة اللي هي اللي حصلنا فيها على 50، طبعا الصورة الأولانية ملحقتش انزلها، فالموقع كويس والناس بترفع عليه والسحب ان شاء الله شغال فيه. وليه مواقع تانية لو تابعت على الصنبور نفسه هتلاقي ان في مواقع مرتبطة، بيقول لك ان بيديك مهام، ودي شرحناه برضو في الفيديو اللي فات، ان انت مجرد ما بتدخل على المهام هنا الجاب، انا نفذت منهم مهمة واحدة اللي هي التصوير الفيديو ونشره، لكن في مهام تانية بتطلب منك ان انت اول ما تعمل سحب تنزلهم تاخد 200 بي تي. لو نزلت هنا وضغطت على التروست بيلوت الطيار الواثق او وثوق الطيار، او انك تسجل في الفوكسي ريتنج انتظار الثعلب، ده موقع هتخش على الموقع ديت تسجل فيه، بعد ما بتخلص انت بتنزل اثبات وتبعت له الصوره هنا بالرابط بتاعه واسم المستخدم على الفوكسي، هيبعت لك هو مجرد ما بتعمل اثبات بيدي لك 250 بي تي، 250 ساتوشي. فاهتموا بالموقعين دولت، موقعين كويسين جدا. طولنا في الشرح معلش، ولكن زي ما قلنا ما زالت الفوست باي بتدينا مواقع جميله، واحنا سحبنا قبل كده من الفوست باي برضو كان 2 1 ليت كوين 1 بيتكوين. فهنا استغلوا الموقع، الموقع تقدر تجمع منه، واحنا زي ما بنأكد اهو هنعيد ثالث مره او رابع مره ان هنا كل دقيقه في رول بتعمله، وده الجديد برضو. يعني الموقع هنا عمل حاجه رائعه، احنا كنا بنجيب 7.5 جبنا المره اللي فاتت 10، المره دي برضو 7.5 كل دقيقه خش اعمل رول. طب استغل الوقت ازاي؟ زي ما قلنا خد الرابط الموجود فوق، انت سجلت هتلاقي الاسم اتسجل وعملت خروج والكلام ده كله، هترجع بالاسم اللي سجلت بيه او بالجيميل، وحط كلمه السر احفظه على التليفون بحيث ان انت طول ما انت قاعد ساكت بتكلم اصحابك افتح واعمل رول، انت مش خسران شيء. استغل الوقت وحوله لساتوشي على تليفونك، المواقع اللي احنا بنقول فيها الرول او فيها كل ساعه بتضغط استغلوها مع اصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابط أسفل الفيديو، يا ريت تشتركوا ويا ريت تفعلوا الجرس عشان الاشتراكات قليلة جدا، فيبقى تحفيز لينا ونقدر إن شاء الله نجيب كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.